بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الترايزول في البرزنتيشن بتاعنا. نبتدي نتكلم ونعرف الأول الكونتنت اللي هنناقشها إن شاء الله في البرزنتيشن. أول حاجة هي الانترودكشن، وفيه هنعرف كتعريف سريع عن الترايزول. تاني حاجة هي السينسز. تالت حاجة وهي اليوزز، ودي الأهم بالنسبة لنا. واليوز عبارة عن انتي كانسر، انتي انفلاماتري، انتي فيرال، انتي بكتيريال اكتيفيتي، ودي ان شاء الله هنناقشها بالتفصيل ونعرف ايه هي الفانكشنال جروب اللي موجوده في كل واحده اللي بتدي اليوزز دي، يعني ايه الفانكشنال جروب الموجوده مع الترايزول اللي بتدي الانتي كانسر او بتدي انتي انفلاماتري او انتي فيرال او انتي بكتيريال اكتيفيتي. هنناقش ده كله ان شاء الله بالتفصيل. نبتدي نتكلم عن الانترودكشن. هنعرف الانترودكشن، ودي انترودكشن سريع عن الترايزول. لازم نعرف في الاول ايه هو الايباك نيم بتاع الترايزول، وهو عبارة عن 1 2 3 ترايزول. 1 2 3 ترايزول ده الايباك نيم بتاعنا، وده شكل الاستراكشر بتاع الترايزول اللي موجود معانا. تحتيه 3 عبارات، العبارات دي بتفسر لي او بتديني ديسكريبشن بسيط عن الاستراكشر دي. اول حاجة بتقول ان هو 5 من بيرد رينج. يعني ايه 5 من بيرد رينج؟ يعني مكون من 5 ذرات. ايه هما ال5 ذرات؟ هما عبارة عن 3 ذرات نيتروجين وذرتين كربون. 3 ذرات نيتروجين مع ذرتين كربون بيديني ال5 ذرات اللي بيكونوا لي الرينج دي. تاني حاجة بتقول بيزك اروماتيك هيتيرو سايكل. يعني ايه بيزك اروماتيك هيتيرو سايكل؟ نبتدي نفسرها كلمة كلمة. يعني ايه هيتيرو سايكل؟ هيترو سايكل ده عبارة عن سايكل بيحتوي على أي ذرة من الذرات دي اللي هي نيتروجين أو أكسجين أو سلفر. أي ذرة طالما اتواجدت في السايكل أقدر أسميها على طول هيترو سايكل. طيب السايكل معانا دي فيها 3 ذرات نيتروجين، إذن هي هيترو سايكل. طيب تاني حاجة هي أروماتيك. يعني إيه أروماتيك؟ شروط الأروماتيستي 4. إيه هما؟ الـ4 شروط دي هنقولهم وبعد كده نشوف هما بيتطبق ولا ما يتطبقوش في الاستكشن اللي معانا. اول شرط هو اللي لازم يكون سايكليك، وبص معانا هتلاحظ ان الاستكشن ده هو سايكليك. طيب تاني شرط هو لازم يكون اس بي 2 هايبرديزيشن، يعني تهجينه اس بي 2. ولما جينا عملنا حسابات الاستكشن ده لقيناه ان هو اس بي 2 هايبرديزيشن. تالت شرط هو بلانر شيب، لازم يكون بلانر شيب. طيب لما جاهم شافوا الاستراكشر بالفعل لقوا بلانر شيب. 3 شروط من شروط الارماتيست اتحققوا، بس الـ3 شروط دول برضه ممكن يكونوا في الارماتيك زي ما ممكن يكونوا في الانتي ارماتيك. عشان كده لازم يجي الشرط الرابع اللي بيأكد الارماتيست، هو عبارة عن هوكل رول. انا لازم اطبق هوكل رول. ايه هوكل رول بتقول؟ بتقول ان 4n بلس 2 بتساوي عدد الالكترونات الموجودة معانا. لو ان طلعت عدد صحيح 1 2 3 اي عدد صحيح اقدر اسميه ده اروماتيك، ما طلعش عدد صحيح اطبق في قاعدة 4n ودي بتاعت الانتي اروماتيك. طيب تعال نطبق معانا 4n بلس 2 بتساوي. طيب انا عندي ربطتين هنا، الربطتين دول كل واحدة فيهم بالكترونين، اذا عندي 4 الكترونات. وعندي الـN دي عليها 2 الكترون بيقدروا يشاركوا في الحلقة ويشاركوا في الريزونانس الموجود معايا داخل الرينج، عشان كده اصبح عندي 6 الكترونات. طب 4N بلس 2 بيساوي 6، N هتطلع بتساوي 1 صحيح. اذا شرط الارماتيست الرابع اتحقق، الـ4 شروط موجودين، عشان كده هي ارماتيك. تالت شرط وهي البيزيستي، ان هو بيزك. ازاي بيزك؟ ان انا عندي 2 نيتروجين اللي هو الاتنين نيتروجين دول كل واحدة عليهم انشيرد بير. طب الانشيرد بير دول بيخليها او بيمكنها انها تشتغل ك لويز بيز، عشان كده هي شرط البيزيستي اتحقق والعبارة كلها صحيحة ان هي بيزك اروماتيك هيترو سايكل. ثالث حاجة بتقول ان هو 2 isomeric forms، يعني عنده 2 isomerism. ايه هما 2 isomerism؟ 1 2 3 triazole و 1 2 4 triazole. ال 1 2 3 triazole و 1 2 4 triazole كده في شكلين موجودين من الترايزول. نبتدي نتكلم عن السنسز بتاعت الترايزول. السنس اللي قدام حضراتكم دي هو الكومن رياكشن، اللي هو اهم سنسز فيهم، اللي هو بسميه هوسجين ري سايكل اديشن. هوسجين سايكل اديشن
هو السينسز اللي هنناقشه ان شاء الله بالميكانيزم بتاعه. ده عبارة عن تفاعل ما بين الازايد والترمينال الكالاين، ازايد مع ترمينال الكالاين في وجود الكفر كيتاليز بيدينا على طول ال 1 2 3 ترايازول. طب نبتدي نبص بقى على الميكانيزم الموجود معانا. الميكانيزم عبارة عن الترمينال الكالاين بتيجي الكفر اللي هو الكفر اللي هو بيشتغل بيستخدم هنا كيتاليز، بيعمل معاه رابطة زي بالظبط حاجة زي الرابطة الهيدروجينية أو الكومبلكس حاجة زي كده يعني، اللي هي بتيجي بمثابة النقط دي. طيب بعدين يجي على طول الكفر يعمل يطلع بقى الهيدروجينة دي ويدخل مكانها عشان يديني الاستكشر دي. تمام، يجي دور مين بعد كده؟ الأزايد. يجي دور مين الأزايد؟ اللي هو عبارة عن لو جيت اهي فصلها كده اهو، ده شكل الأزايد لوحديه من غير ما يرتبط مع التيرمينال الكلاين، عبارة عن ان تراي بوند ان على بوستيف تشارج وان تانية على نيجاتيف تشارج، وشبكة فيها طبعا المجموعة الألكايل. طيب هيجي الترايبو هتيجي السيل على اللي معاه الترايبوند تشبك في الان اللي هي معاه الترايبوند ان التانية. تمام، يوم رافعة الرابطة دي عليها تقوم طايرة مين؟ البوستيف تشارج. والنيجاتيف تشارج دي تقوم شبكة في السي يو او في الكفر بتاع في الكفر اللي هي زي قلنا عامل رابطة زي الهيدروجين بوند او الكومبلكس دي مع التيرمينال الكلاين عشان يدينا الاستكشاف بالمنظر ده. والسي يو دي تبقى حلقة الوصل اللي بتربط ال ان دي مع السي يو الموجودة هنا، او مع عفوا مع السي الموجودة هنا عشان يكون لي الاستكشر دي. تمام، طبعا بعد خروج السي يو دي الاستكشر ده اصبح موجود معانا طبعا في وجود اسيد، تطلع السي يو ويديني الاستكشر بالمنظر دي، هو دي الترايازول. نبتدي نتكلم بقى عن السينسيز التاني اللي موجود معانا، وده عبارة عن تفاعل بين الكنايل هالايد اللي هو ديه مع الصوديوم ازايد في وجود بلاديوم، في وجود البلاديوم كيتاليز بيديني مين؟ بيديني 1 2 3 ترايزول. يبقى اذا الكنايل هالايد مع الصوديوم ازايد في وجود بلاديوم كيتاليز بيدينا على طول 1 2 3 ترايزول. الاسكيم الثالث وده الاستكشر وده الرياكشن الثالث معانا عباره عن التيرمينال الكلاين. فين هنا التيرمينال الكلاين؟ اهو بيتفاعل مع ميكستشر خليط من البنزايل او الالكايل هالايد. الالكايل هالايد ممكن تبقى سي ال او بي ار زي ما موجوده هنا. طيب مع مين؟ مع الصوديوم ازايد في وجود الايثانول. يبقى اذا عندنا مين اللي بيتفاعلوا؟ تيرمينال الكلاين مع ميكسشر من البنزايل او الالكايل هالايد مع الصوديوم ازايد في وجود الايثانول عشان يدينا مين؟ يدينا 1 4 داي سبستيتيوتد 1 2 3 ترايزول. دي طبعا ال 1 4 داي سبستيتيوت دي ناتج، وفي 1 2 3 ترايزول دي جود ييلد اللي هو ناتج برضو، ده اللي يهمني اللي موجود معايا. وده طبعا بستخدم الكفر كتاليز. يبقى اذا التفاعل ده بملخصه عباره عن تفاعل بين مين ومين؟ بين التيرمينال الكلاين مع ميكسشر من البنزايل او الالكايل هالايد مع الصوديوم ازايد في وجود الكفر كاتاليز يديني ال 1 2 3 ترايزول ان جود ييلد. طيب نبتدي نتكلم بقى عن اليوزز بتاعه الترايزول. كده خلصنا السينسز، نبتدي نناقش اليوزز. اول يوز معانا هي انتي كانسر اكتيفيتي. انتي كانسر اكتيفيتي اوف 1 2 3 ترايزول. الانتي كانسر اكتيفيتي دي عندنا تو استكشر منيها. طيب هنا بيقول لك ان كل الابحاث طبعا بتوجه ان هي تطلع ادويه لاختراع دواء للسرطان، او تقدر تشتغل كحاجه بتقتل خلايا السرطانيه. عشان كده الترايزول قدر يساعدنا في اللي احنا عملناه او ركبناه مع تو فانكشنال جروب، ادونا تو ستراكشر يقدروا يشتغلوا كانتي كانسر اكتيفيتي. ايه هم اللي معانا حاجه اسمها الترايتربينويد، ودي زي الموجوده في الاستراكشر دي اهي، ترايتربينويد مع الترايزول
يديني كأنتي كانسر، او الكالكون. الكالكون دي زي الاستكشر دي برضو، ده كله يقدر يشتغل ان هو بيقتل لي الكانسر سيل، الخلايا السرطانية يقدر يقضي عليها. يبقى عن طريق بنشغله مع تو فانكشنال جروب، اي واحدة فيهم يديني استكشر يشتغل كأنتي كانسر، اللي هو تراي تربينويد او كالكون. تمام، وده الاستكشر اللي هو التراي تربينويد، وده الكالكون اللي هو بيقدر يشتغل كحاجة اسمها ايبوتوزيس، اللي هو بيقتل الخلايا السرطانية. تاني اكتيفيتي او تاني يوزز هو انتي انفلماتري اكتيفيتي. يعني ايه انتي انفلماتري اكتيفيتي؟ يعني دراج بيشتغل كانتي انفلماتري، اللي هو 1 2 3 تريازول، برضه بنفعله مع فانكشنال جروب عشان يشتغل لنا كده. طيب بيشتغل مع حاجة اسمها بنزولينون، بتشتغل مع 1 2 3 تريازول عشان تستخدمها كأنتي انفلاماتري دراج. عندنا اول استخشر دي الموجود معانا، ده بيستخدم كأنتي انفلاماتري اكتيفيتي مباشرة انفيفو طبعا. وعندنا الاستخشر الثاني دي، ده بيستخدم ك تي ان اف الفا انهبيتوري اكتيفيتي. التي ان اف الفا دي عبارة عن سايتوكينز من اللي بتطلعها جهاز المناعة عشان يعمل لي الانفلاميشن. هو لما يشتغل كانهبيتوري ليها، فبالتالي كده هو اشتغل كانت انفلاماتوري، هو منع الانفلاميشن انه يحصل، وده اللي بيعمل له الاستكشر الثاني طبعا بمساعدة الترايزول. طيب ايه مجموعة بنزولينون دي؟ وهو عبارة عن الاستكشر ده، هي موجودة هنا، بنزولينون اهي. البنزولينون دي هي بتشتغل مع الترايزول كأنتي انفلاماتري دراج. تالت حاجة وهي بتشتغل كأنتي فيرال اكتيفيتي، انتي فيرال اكتيفيتي اوف 1 2 3 ترايزول، ان انا اقدر استخدم الترايزول برضو كأنتي فيرال. طيب بيحتوي على ديريفاتيف من اسيد اسمه ريبستونيك اسيد، روبستونيك اسيد، اللي هو ده الاستكشر بتاعه. روبستونيك اسيد ده الاستكشر بتاعه، لما يشتغل لي مع الترايازول يقدر يديني حاجه انتي فيرال، ودي بنستخدمها في الانفلونزا، انفلونزا فيروس، في الفيروسات اللي بتسبب لي الانفلونزا. بستخدم الروبستونيك اسيد دي مع الترايازول عشان يدي الاستكشر دي، بستخدمها في الفيروسات اللي هي بتسبب لي الانفلونزا. ودي بنستخدم حاجه دراجز زي ريبيفرين، دي زي ريبيفرين اللي هي كستاندرد دراج. اخر حاجه وهي الانتي بكتيريال اكتيفيتي اوف 1 2 3 تريازول، ان الدراج معانا ممكن كمان استخدمه كمضاد للبكتيريا، وده الاستكشر بتاعه عباره عن 5 فورميسايل 1 2 3 5 فورميسايل 1 2 3 تريازول ميسايل اوكسازولينون. فده شكل الاستكشر اللي موجود معانا، وده بيقدر يستخدم كانتي بكتيريال اكتيفيتي ضد الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بكتيريا. يعني البكتيريا الجرام نيجاتيف والجرام بوزيتيف، الاستكشر ده اللي هو عباره عن 5 فورميسايل 1 2 3 ترايزول ميسايل اوكسازولينون، يقدر يستخدم لي كانتي بكتيريال على الجرام نيجاتيف وعلى الجرام بوزيتيف. طيب استخدمنا كدراجز كستاندر لي زي الفانكومايسين وزي اللينزول، ده استخدمناه كدراجز عشان اثبتت ان هو اثبتت ان الدراج ده بيستخدم كانتي بكتيريال، وبالفعل ابتدوا يستخدموا الدراج ده كانتي بكتيريال اكتيفيتي. ده كان البرزنتيشن بتاعنا اللي تناولنا فيه زي ما قلنا الانترودكشن والسينسز واليوزز بالترتيب. في النهايه ثانكس فور يور اتنشن. ده البرزنتيشن اللي احنا قدمناه لحضراتكم، السورسز اللي استخدمناها سلايد شير، ساينس دايركت، وبابكو وبابشي كيمستري، وده هو كل السورسز اللي استخدمناها. في النهاية thanks for your attention. Thank you.